كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بعد التعادل مع سموحه بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. كابتن سيد انا بقول لك هارد لك على النتيجه، بالتاكيد كنت بتسعوا من خلال دوافع جديده انكم حققوا انتصار واستكمال مسيره ناجحه بعد الفوز بالدوري، لكن في دوافع في هذه المرحله؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا يمكن مباراه في الدوري بالتاكيد كان يهمنا ان احنا نكسب فيها، لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء. يمكن تسبق مباراه الكاس، ومباراه الكاس هتبقى يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن اللي جايه مع فرقه الداخليه بتستعد ليها بقى، لان دي بطوله لسه في مراحلها الاولى يعني. فان شاء الله الرحمن باذن الله يكون عندنا توفيق فيها باذن الله ونقدر نحصل عليها وناكد ثنائيه السنه اللي فاتت باذن الله. عليك على المباراه، يمكن شفنا في فرص كثيره لكن في اللحظات الاخيره كان الاهلي بيقترب من احراز هدف دي لحظه من نهايه المباراه، لكن ما كانش في توفيق. يعني شايف السيد ازاي، خاصه عندك مباراه كاس كمان مهمه انك ما فيهاش 3 نقاط، لان انت لازم تفوز عشان تتاهل للدور 8. وارد جدا في الكوره يعني، وارد جدا زي ما بيبقى في توفيق حليفك في بعض المباريات والتوفيق ما بيبقاش حليفك في مباراه اخرى يعني. فده وارد في الكوره يعني، لكن خلينا نقفل الصفحه يعني، خلينا نستعد كويس جدا لمباراه الكويس. ومباراه الكويس بيبقى فيها فوز بايخه، فمش عايزين نتعرض ليها يعني. فان شاء الله الرحمن برضو المجموعه اللي هترجع لنا في الاسبوع اللي جاي باذن الله تزيد من قوتنا، وان شاء الله الرحمن باذن الله نعدي الداخليه ان شاء الله الرحمن ونخش على الادوار اللي بعدها باذن الله. محتاج اطمن منك، احمد فتحي وليد ازارو واللعيبه اللي كان غايبه مباراه النهارده، في منهم هيلحق ماتش الداخليه؟ اه طبعا ان شاء الله الرحمن. احمد فتحي واخد اجازه ما فيهوش حاجه، وليد ازارو هينزل معانا يوم الثلاث ان شاء الله، وعمرو السوليه كمان ما فيش مشكله، ده وعمرو السوليه اخد 3 انذارات. صلاح محسن يعني اعتقد ان هو برده في خلال ال 48 ساعه هيكون معانا ان شاء الله. رامي ربيعه يا كابتن سيد، انا عاد من المانيا، بعيد شويه لسه عن المباريات ولا الفتره الجايه بالنسبه لكم ازاي؟ يبقى في قعده ما بيننا وما بين رامي، انا وكابتن حسام البدري ودكتور خالد معانا ان شاء الله الرحمن، يقول لنا البرنامج بتاعه ايه والدنيا ماشيه ازاي، هل هيبقى في مرحله ثانيه الاسبوعين ولا حاجه، او في حقن هيبقى في خلال الاسبوعين اللي جايين يعني. خلينا ننتظر لحد ما رامي يجي بالسلامه ان شاء الله الرحمن ونعمل الاجتماع ده باذن الله. اذا دقائق قناه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، عوده من جديد للاستوديو وكابتن محمد فاروق.